العادات الحلوة بشهر رمضان المبارك المشروبات الرمضانية، وبعرف أنها طيبة كتير يا سلامة. بس المشكلة لما منكتر من شربها ومش كلها مفيدة. نصيحتي هي شرب المي لنروي عطشنا عند الأفطار، والاكتفاء بكوب واحد يومياً من المشروبات. بالجانب الإيجابي في عدة مشروبات غنية بالعناصر الغذائية، مثلاً شراب أمر الدين الطبيعي في فيتامينات A و B و C وحديد. بس كل كوب من أمر الدين في 140 سعرة حرارية. التمر الهندي مساعد على الهضم ومنشط للكبد وبيخفض ضغط الدم، وكل كوب فيه 68 ميلي جرام بوتاسيوم و1.8 ميلي جرام حديد و1.3 جرام ألياف مقابل 143 سعرة حرارية. وهي فكرة جديدة كمان يا سلامة، مشروبات الخضروات. عصير الخضروات مفيد جداً، وخاصة خلال وجبة السحور لتساعد الجسم على امتصاص الماء. وكوب واحد من عصير الطماطم فيه 41 سعرة حرارية فقط، 530 ميلي جرام بوتاسيوم و170 ميلي جرام فيتامين سي. اعتمدوا المشروبات الطبيعية باعتدال، وابتعدوا عن المشروبات الغازية والغنية بالسكر. رمضان كريم، وعساكم دوم بصحة وسعادة.